وراء كل طفل يعاني سوء التغذية أم تعاني سوء التغذية أيضاً. هذا ما اعتمد عليه تقرير اليونيسف الجديد الذي كشف عن نتائج مقلقة بشأن سوء تغذية النساء والمراهقات، تحديداً في أفغانستان وإثيوبيا ونيبال. طفل واحد يصاب بهزال شديد كل دقيقة في 15 دولة تعد من ضمن الدول الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية. القائمون على التقرير قالوا إنه من المستحيل القضاء على نقص تغذية الأطفال ما لم تحسن تغذية المراهقات والنساء، فالأم الحامل التي تعاني سوء التغذية ستلد طفلاً بوزن قليل يعاني ضعفاً في النمو والتطور في مراحل الطفولة المبكرة، والفتاة المراهقة التي تعاني سوء التغذية ستكبر وتصبح أماً بجسد هزيل وتغذية ضعيفة تنعكس على أطفالها فيما بعد. هذا ما وصفه التقرير بالحلقة المفرغة التي تنتقل من جيل إلى آخر. كما أشار تقرير اليونيسف إلى أن المخاوف بشأن تغذية النساء تصاعدت بشكل كبير بعد تأثيرات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، لكن ما يزيد الطين بلة أن هناك أسباب اجتماعية تساهم أيضا في تفاقم المشكلة، كالتمييز بين الجنسين في بعض الدول الذي يعيق حصول المرأة على الدخل والوجبات والخدمات الغذائية، أو كزواج المبكر والحمل قبل اكتمال نمو الفتيات الذي تترتب عليه عواقب وخيمة على تغذية الفتيات والمراهقات وبالتالي على تغذية أطفالهن. نعم، هزالة أجساد الأطفال الأبرياء أمر محزن جداً، لكن إن لم يؤثر بصناع القرار إنسانياً قد يؤثر عليهم اقتصادياً. فوفق اليونيسف سوء تغذية النساء الذي يودي لسوء تغذية الأطفال يعني نقص إدراكهم وضعف نموهم وقدرتهم على الإنتاج والعمل، مما يعني انخفاض إنتاجية البلدان ونقص الأجور والغرق في دوامة الفقر.